التوقيت الصيفي هذا راه فيه مشاكل ياسر. على الاقل على الاقل السلطات هذه تراعي هذا التوقيت بالنسبه للنقل وبالنسبه للعمال. العمال راه يتلقى صعوبه كبيره، سيتو كي تكمل الخدمه على 12 وتكمل الخدمه ولا تعاود على 3 حتى الاربعه، راه تخرج من الخدمه نتاعها تضرب كيلومترات باش غير باش توصل دراهم ليارها. ومشكل تاع النقل راه حتى الطاكسيير ما يقدرش يخدم في القايله، والناس راها ثاني راهي تعاني من هذا المشكل هذا. كيخرج ما يلقاوش، زعما ما كانش ترونسبور، ما كانش طاكسيات، ما الحاله ميته كاع. الحاله هذه هي الحاله. لازم يساعدونا في التوقيت، في هذا التوقيت على الاقل ماكسيموم 7 لوحده. التوقيت الصيفي تاع ولايه اضرار نحن العمال رانا نعانوا جنوب كومبري. حنا يعني هنا في اضرار عندنا سخانه كما راكم تشوفوا، اللي راهي سخانه بزاف يعني ما تتصورش، يعني كبيره بزاف. وعندنا مشكل وهو كي اوقات العمل اللي رانا ما نلقاوش المواصلات، لا سواء الطاكسيات ولا لي بيس في زوج مكانس. توقيت اللي راهم مفردينه على السيارات الاجره وسيارات النقل، الحراره عندنا فوق 50 درجه، راي في الواشو 50 درجه عندنا الحراره في اضرار. التوقيت رانا نخدموا بدايه العمل من 7 ومن نهايه العمل 3. التوقيت الوحده كي تلعب الوحده السخانه مكره لين ترونسبور ني والو، حركه تما الاخر السخانه وشوفوا يديروا لنا الحل. وصاي السخانه تفوت 50 درجه، هنايا 50 درجه 55 درجه. بالنسبه للتوقيت اللي عم دايرينه من 8 ل 3، من 7 ل 3 بزاف. نورمالمون يديروا من 8 ل 1 ولا يوفروا لنا الترونسبور. كي تخرج على الوحده ما تلقى ما كان لا ترونسبور لا طاكسيات لا ليبيس، كلشي حابس. ولا يوفروا لنا قال يديروا لي بيس هكذا يمشوا من بلايص لبلايص باش كل واحد كيخرج يلقى. دوك دير لي من حتى لثلاثه مجبر انني باش نقيل في الخدمه ما نخرجش. توقيت الترامه اللي ساعدنا بالنسبه للحمان، راه الحراره درجه الحراره بزاف. ريت لحد 11 الانسان ما يقدرش كاع يخرج من الدار. الناس ما زالت بزاف الخمسه ونص الخمسه ونص سته، ال 11 راه محبس ما يقدرش. ربما ما كان لا ترونسبور، ما كان لا لا كل شيء، كاع كل شيء يكون حبس، ما كانش كاع الحل. تفوت ل 50 درجه، انا اللي حداك من البلاد ولدي اضرار تلحق ل 11 ما نقرش من الدار. من 8 حتى الرابعه حنا نطلبوا من السلطات يديروا لنا توقيت من 7 للزوج، لان كاين بعض العمال راهم يخرجوا والله حتى النقل ما يلقاوهاش وراهم يعانوا في هذه الحراره. دخول العمل من 7 صباحا حتى الى منتصف النهار. نطلب من السلطات المعنيه اعاده النظر. الحراره راهي تبلغ 60 درجه 70 درجه، احنا دركا ورانا في الساعه 7:30 وراهي الحراره تفوق ال 50. ايوا ماذا بينا احنا يساعدنا في التوقيت من 7 للوحده، والتوقيت نتاع بين 7 ل 3 ما يساعدش العمال. نختار السخانه درجه الحراره توصل حتى 55 60 درجه كاع، وماذا بهم يساعدونا على كل حال في هذا التوقيت. نطلب من السلطات تراعي هذا الموضوع وتعطيه اهميه وتراعي هذا الوقت هذا وتشوف مصالح العمال نتاعها والله يجيب الخير ان شاء الله. درجه الحراره هي توصل حتى 55 حتى 60 في القايله، الناس راهي تسوفري شويه. ونطلبوا من السلطات تاخذ هذا الموضوع هذا بعين الاعتبار. نطالبوا من السلطات المحليه على راسهم سيد الوالي ورئيس الدائره ورئيس البلديه اخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل لاراحه المواطنين واعاده النظر في التوقيت. لازم الخير، لازم الصلح، وربي يجعل الخير ان شاء الله. لا يمكن.